اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وعلى اصحابه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وجيت لكم فيديو جديد. الفيديو بتاعنا النهارده مهم جدا جدا، وخصوصا ان احنا في الشتاء ومعظم السلاحف بتاعتنا بتعيا مننا جدا في الشتاء عن الصيف. واكتر الامراض اللي السلاحف يعني اللي بتيجي للسلاحف في الشتاء هو البرد وضيق التنفس والالتهاب في العين والحاجات دي كلها. انا كنت عملت لكم فيديوهات السنه اللي فاتت على علاج البرد وعلاج التهاب العين. طبعا انا عندي زقزوقه للاسف الشديد برضو، بردت شايفين في على عندها على الانف بتاعتها اهو، شايفين في رشح اهو، وكمان عينيها، بس هي مدخلة راسها وكمان عينيها مدمعة اهي. ما تعملوا لها الحركة دي، بتطلع راسها. بصوا عينيها مدمعة ازاي اهي، تمام. وعندها رشح في مناخيرها بس انا مسحته، فهي بردت مني. فانا قلت طبعا اما اعمل لكم الفيديو ده عشان كله يستفاد. بس يا رب ان شاء الله لو فعلا عجبكم الفيديو واستفدتوا منه، ما تنسوش تعملوا الشير للفيديو في كل الجروبات عشان كل اللي بيربي سلاحف ولا قدر الله السلحفه بتاعته تعبت يعرف يعالجها ازاي، تمام. طبعا انا زي ما بقول لحضراتكم كده، انا عندي زقزوقه زقزوقه زي ما حضراتكم عارفين. اللي عي مني السنه اللي فاتت والسنه دي زقزوقه الانثى، اما الذكر ما شاء الله الله اكبر قعد عندي 9 سنين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ما عيش خالص وما اشتكتش منه نهائي. لما زقزوقه عيت السنه اللي فاتت عدت زقزوق، فدي اول ملحوظه عايزه اقولها لكم. لو عندكم سلحفتين واحده عيت منهم جالها برد او ضيق في التنفس، لان الموضوع ده بيعدي، لازم نعزل السلحفه في مكان تاني خالص وبيت تاني خالص، ناخدها ونحطها في كرتونه تانية. ده اول حاجه هنعملها في علاج ضيق التنفس او البرد، اوكي. كتير بيسالوني انه احلى، تربيه الذكر ولا الانثى، وانه يعني مريح اكتر. طبعا الذكر لان مناعته اقوى وبيقدر يعني بيقدر يقاوم المرض وبيخف بكل سهوله، اما الانثى بتاخد وقت شويه. يعني انا زقزوقه خدت معايا السنه اللي فاتت وقت شويه في علاجها، بس الحمد لله والشكر لله. طيب مبدئيا كده هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي. انا هقول لكم طبعا كذا طريقه. اول طريقه اللي كله معتمدها يعني او كله بيعملها للسلاحف او كله بينصح بيها، اللي هي بنجيب فنجان اوكي، وبنجيب فيه ميه سخنه بتغلي، وبنجيب صبغه جاوه، بس دي مش بتبقى موجوده قوي يعني، ممكن ما نلاقيهاش في السوق، او فاركولين، محلول فاركولين ده موسع للشعب الهوائيه، برضو نفس الطريقه. بنجيب الفنجان وبنحط الميه السخنه فيه، وبعدين بنجيب المحلول اللي معانا، وليكن طبعا انا ما جبتوش لاني انا هعمل طريقه تانية، بس انا بشرح لكم عشان لو عايزين يعني تعملوا الطريقه دي. طبعا بجيب ميه مغليه خالص اهي، شايفين البخار، ببتدي احط هنا بسم الله الرحمن الرحيم كده يعني نص الفنجان بس مش اكتر من كده. وبجيب طبعا القطره معايا دي، طبعا القطره بتاعت اتروفين بتاعت الانف، لا بس انا بشرح لكم يعني دي وليكن ان هي الفاركولين اوكي. بنبتدي نحط 5 نقط هنا في الميه السخنه، شايفين الميه بتطلع بخار ازاي، فعشان ما تدلقش على السلحفه بنجيب فوطه كده وبنلفها حوالين الفنجان، على اساس انا هحط السلحفه جنب الفنجان كده عشان تبتدي تستنشق البخار اللي طالع بمحلول الفاركولين، وتبتدي يوسع عندها الشعب الهوائيه. فطبعا كده البخار كله طالع في الهواء، فبنعمل ايه؟ بنجيب طبق بلاستيك وبنغطي بيه السلحفه كده لمده مثلا كل 3 دقائق ارفع، او كل 5 دقائق ارفع الطبق عشان ابص على السلحفه، لان هي اكيد السلحفه هتتحرك وممكن لا قدر الله تروح كبه الفنجان وتتحرق، لان الميه سخنه خالص زي ما حضراتكم شايفين. فانا عن نفسي ما بفضلش الطريقه دي، بس حبيت اقولها لكم عشان اللي عايز يعملها او عشان اللي نصح فيها في قنوات تانية او جروبات تانية، فانا حبيت اوريها لكم اوكي. طبعا احنا ما نحط كده بتفضل لمده 1/3 ساعه، وكل شويه ابص اطمن على السلحفه هلاقي البخار ده
على صدفة السلحفة كده، وهي استنشقت منه على قد ما تقدر. فببتدي امسح الصدفة بتاعت السلحفة وانشفها كويس، واخد السلحفة احطها في مكان دافي. اوكي، بكون مشغلة يا لمبة السيراميك لو متاحة عندي، اللي هي بتاعت التدفئة، يا اما دفاية العادية اللي انا وريتها لكم في الفيديو اللي فات، يا اما تكييف على السخن، يا اما اللمبة الصفراء العادية. انا بحب ابسط لكم الامور. شايفين السلحفة بتتحرك ازاي؟ عمرها ما هتثبت، فانا ما بفضلش الموضوع ده خالص، لانه اكيد المية ممكن تنكب على السلحفة، وكده بدل ما بنعالج حاجة نحرق السلحفة ونعمل مشكلة تانية خالص. اوكي، فانا مفضلش الطريقة دي، بس حبيت اقولها لكم زي ما بقولكم كده، عشان انا هديكم كل الحلول والمتاح اللي عندكم اعملوه. تمام. طيب، بعمل الموضوع ده 3 مرات في اليوم. اوكي، انا لو عندي ده بتاع ضيق التنفس، اللي هي ساعة السلحفة بتبقى عمالة تفتح في بقها، خدي رحوم، السلحفة بتبقى عمالة بتفتح في بقها، خلاص سيبيه طيب عشان مش يحرقك، وبتبقى مش عارفه تاخد نفسها. طيب، دي زي ما بقول لكم كده، دي الطريقه اللي بتتعمل. طب انا بعمل ايه، ولقيت ايه احسن حاجه وافضل حاجه وهتجيب نتيجه معايا ممتازه وما فيهاش ارهاق ولا تعب خالص؟ لان طبعا موضوع الفنجان ده بنعمله 3 مرات في اليوم في نفس المواعيد منتظمه لمده 3 ايام، وللاسف الشديد في عملوه كتير وقالوا لي ان هو ما جابش نتيجه معاهم خالص. اوكي، فانا الطريقه بتاعتي، ودي ما حدش عملها خالص، مش هتلاقوها ولا في اي جروب ولا على اي قناه. انا بحب ابسط لكم الامور زي ما بقول لكم. فهنعمل ايه؟ هنقول طبعا ده برطمان فيكس، طبعا احنا بنستخدمه لما بيكون عندنا برد، بناخده ونحطه حوالين عند مناخيرنا كده عشان نقدر نستنشق منه بسهولة، وما شاء الله يعني بيجيب نتيجة ممتازة. فأنا فكرت قلت طيب، بدل ما أعمل موضوع المحلول ومية سخنة وأعذب السلحفة معايا وكده، لا طيب، ما أنا أجيب لها الفيكس ده. في منه كمان صوابع، اللي هو الصباع كان بتاع زمان ده، كان اي حد بيجيله برد او زكام زي ما كنا بنقول كان بيستخدمه، وكان بيجيب معاه نتيجة هايلة. طيب، لو لقيتوا الصباع ده هاتوه، اوكي ما فيش مشكلة. لو عندكم الفازلين، الفيكس ده هو شبه الفازلين يعني، الفيكس ده هاتوه. في كمان اقراص نفس القصة ونفس الريحة، بس اخف شوية، اخف من ريحة الفيكس ده، ريحته نفاذة فبيوسع على طول الشعب الهوائية. ده اقراص كده فيكس، يعني انا بديكوا زي ما بقول لكم كده، بديكوا كذا حل اهو، كذا قرص كده، نفس الريحة، اهدى شوية اهو. ده برضو انا بفضله، ممكن لما بناخد السلحفة ونفصلها في كرتونه تانية بنجيبه، هوريكم كده طريقه حلوه قوي، ونحطه بلزق في كرتونه بحيث، ونحاول نحط السلحفه في الكرتونه دي بحيث الريحه اللي هتطلع السلحفه هتستنشقها كده، ما فيهاش اي مجهود وما فيهاش اي تعب، وحاجه مريحه خالص وبتجيب نتيجه ممتازه. وهنفضل سايبين الاقراص دي في الكرتونه، هوريكم كده، خليكم معايا. شايفين انا عملت، هنحط كده السلحفة التعبانة اللي عندي، اللي عندها ضيق في التنفس ومش عارفة تتنفس، انا جبت قرص اهو ورفعته فوق عشان السلحفة ما تطلوش، وحطيته بلزقة، وهحط الباقي برضو، هحط 2 هنا و2 هنا بحيث يعملوا ريحة عند السلحفة. تمام، هلزقهم كده، ثواني خليكم معايا، هنجيب اللزقة اهي، سهلة خالص، مش متعبة، بسيط وطريقة سهلة ومضمونة، وبتجيب معانا احنا شخصيا بتجيب معانا نتيجة كويسة جدا اهو. كده هنحط ال كده اهو. تمام، هنجيب برضو الاتنين التانيين، حطهم في الجهة المقابلة ليهم هنا كده، بس هرفع بقى الكرتونة من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، كده وكده وكده. اوكي، اي كرتونة عندك بقى،
كده. طيب انا هلزق الرابع وهجيلكم. تمام كده اهو، انا حطيت كده الاربع اركان اهو زي ما حضراتكم شايفين اهو. هروح جايه بقى عامله ايه، قافله الكرتونه كده، والحته دي متهويه بس بحس ان الكرتونه الريحه تبقى جوه في الكرتونه، ريحه الاقراص اللي انا حطيتها دي او الصباع. اوكي، ممكن كمان الصباع نعمل نفس الطريقه كده، نجيبه اللي هو بتاع الـ اسمه فيكس، اكيد ماما عارفاه لان كنا زمان بنستخدمه باستمرار. لو ما عندناش الاقراص دي انا بديكوا بدائل اهو، لو ما عندناش الاقراص هنجيب الصباع ونحطه ونلزقه برده كده ونقفل عليه الكرتونه، بس لازم نسيب حته متهويه كده بحيث برده السلحفه تقدر تتنفس وكده. تمام، هنعمل الموضوع ده لمده ربع ساعه، وممكن اشيل السلحفه لو هي متضايقه وعايز تخرج من الكرتونه ممكن اشيلها بعد ربع ساعه، لو مش عايزه تخرج خلاص بسيبها. اوكي، وبهتم طبعا بالتدفئه. طيب اللي انا بعمله بقى اللي هو الحل الثالث اللي هو بنجيب الفيكس كده. تمام، انتوا شوفوا ايه اللي هيريحكم تعملوه. اوكي، بجيب الفيكس كده وبجيب معايا قطعه قطن مثلا اهي، بنشف بنشف كده المناخير عند السلحفة كويس. يا رب تكون كده واضحة في الفيديو، بنشفها من اي، بصوا بقى فتحتين المناخير عند السلحفة صغيرين جدا، فانا لو حطيت عليهم الفيكس ممكن لا قدر الله ان هم يقفلوا المناخير عندها. انا مش عايزة كده، انا بس عايزة هي تستنشق الفيكس ده، وكمان ما ينفعش اجيبه عند عينيها لاني لو جبته عند عينيها هيعمل لها حرقان ولا عند بقها، فلازم اللي يعمل الموضوع ده يكون حد كبير، يا ماما يا اختي الكبيره يا حد كبير يساعدني. اوكي، بصوا انا هوريكم هندهنه ازاي. بصوا يا حبايبي، هنمسك كده السلحفه واجيب حته بسيطه خالص لانه حراق وحامي وريحته نفاذه قوي، يعني ما فيش يعني حاجة بسيطة جدا جدا، واجي هنا بحرص شديد بحرص شديد، بعيد عن عينيها بعيد عن مناخيرها عشان هو عامل زي الفازلين ممكن يقفل مناخيرها، هاجي فوق المناخير كده يدوب امشي حوالين مناخيرها كده بالراحة براحة خالص، حاجة بسيطة بسيطة كده، واروح جاية اخد بالي برضو من عينيها ما اجيبهاش عند عينيها نهائي كده، يدوب حاجة بسيطة كده. اوكي، وبعيد عن بقها حوالين مناخيرها. يا رب بس الفيديو كده الكاميرا تكون موضحه، شايفين اهو انا بس حطيت حوالين مناخيرها كده حاجه بسيطه خالص بحيث هي ما تستنشق الفيكس ده، هيوسع عندها الشعب الهوائيه. اوكي، كل ما مناخيرها يكون فيها رشح هبتدي اجيب قطنه وانشف بالراحه المناخير كده. اوكي، طبعا موضوع الرشح اللي في المناخير انا برضو هبقى اشرحه لكم تاني في فيديو تاني لانه اتطلب مني، وبرضو التهاب العين برضو هشرحه لكم تاني ان شاء الله. فده الفيديو بتاعنا النهاردة اللي هو علاج ضيق التنفس عند السلاحف، ممكن نعمل الموضوع ده مرتين تلاتة. الفيكس ميزته انه غير المحلول اللي هو الصبغه والحاجات دي، لان الصبغه هنحتاج نعملها ثلاث مرات، ده ممكن مرتين بس وريحه هتفضل موجوده مع السلحفه، بس عشان خاطري رجاء نراعي عينيها، لان لو جت عند عينيها صدقوني هنبقى كده احنا دخلنا في مشكله تانية خالص، هتعمل التهاب في عينيها، فاحنا نعمل حوالين المناخير كده زي ما وريت حضراتكم. اوكي، يا رب الفيديو النهارده تكونوا استفدتوا منه ولو بمعلومه صغيره، واذا عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش تعملوا لايك لزقزوقه وتدعوا لها ربنا يشفيها ويشفي جميع السلاحف بتاعتنا يا رب، وانتظروني في فيديو جديد باذن الله، بحبكم في الله. باي باي.